فلما ناجي أزود حاجة في الرواية، فنظر إليهن عمر واستنبط منها شغل يهدم إجماع الأمة ويهدم ما ذهب إليه بين قوسين الإنس والجن. ما يسيب لك من كله ده ويمسك لك في إيه؟ في الإنس والجن. يقول لك شوف شوف شوف، بقى الجن عنده فقهاء، بقى الجن هو في جن، هو ما فيش جن، ده الجن ده أصل هم كانوا المهاجرين من الصحابة. وشغلانة شغلانة شغلانة متعبة إن إحنا نترك الدين بجلاله وبهائه وروائه ونقعد نشتغل بالشكل ده. ليس هناك من افتح قوسين زي الامريكان ما بيعملوا كده، يعمل لك كده في الجن والانس، من ذاب هذا المذهب ولا فسر هذا التفسير. لماذا؟ لانه فنظر اليهن عمر غلط، مش موجود. يبقى انا بحرف في الروايات ثم ابني على ما حرفته احكاما وانا لست مجتهدا، ثم ان ظننت نفسي مجتهدا فقد خالفت الاجماع، ثم انني بعد مخالفه الاجماع اريد تقسيم الامه، فده هي كبار العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا، الكلام ده يستوجب المحاسبه. يستوجب المحاسبه. فين الاراء بقى؟ انت قلت انا هعرض اراء وكل واحد ياخد اللي عايزه، ودلوقتي مفيش اراء خالص، ده في رايك انت بس، تعمل بيه فتنه في الامه وتخالف به السابق واللاحق. ثم ما المصلحه؟ لا مصلحه. ايه المصلحه؟ ان المراه ترفع الحجاب، ولا في مصلحه. طب ايه المصلحه؟ ان المراه تلبس الحجاب، ولا فيها مصلحه. امال فيها ايه؟ فيها طاعه. ما تجتهد في حاجه بقى تنفع العصر، بلاش الاجتهادات اللي تقسم الأمة دي واللي تهدم الدين والتي تجعل هناك العلاقة اللي بين الناس وبين ربها يعني مضطربة. احنا بنحبب الناس في الدين ولا بنكره الناس في الدين؟